قصة التأسيس ومزاولة المهام في المنشآت العامة محطات يستحضرها رجال واكبوا بداية قيام الدولة. أهلا بكم، شاركت بلادنا بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في المعرض الدولي للتمور الذي افتتح أمس بحضور وزير التنمية الريفية السيد الدول الزين وبرئاسة سمو الأمير منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وأدت الوفود المشاركة زيارة معاينة للجناح الخاص بموريتانيا الذي يضم منتجات شركة تمور موريتانيا ذات الجودة الطبيعية والقيمة التجارية إضافة إلى العديد من أصناف التمور الوطنية وقدم المشاركون عرضا فنيا حول خبرة موريتانيا في مجال مكافحة الآفات الزراعية خاصة السوسة الحمراء التي تم القضاء عليها بشكل نهائي مما جعل بلادنا نموذجاً يحتذى به في هذا المجال شكلت واحات النخيل ثقافة بفعل ارتباط الموريتانيين بها منذ زمن بعيد واستطاعت مع تطور الزمن وظروف أن تحافظ على مكانتها وتنتشر زراعة النخيل في مناطق الشمال والشرق الموريتاني ولها إسهام اقتصادي إضافة إلى موسمها الخاص النخيل النخلة وهي شقيقة الإنسان لها سر سحري آسر يطبعه عنفوانها وشموخها وهي لمدخر العطاء صفة فأقنانها المنحنية بثمارها والتي تطعم كل كائن حي بسوق الله وفضله وبذله ومنه تأتى منه سموقها وجمالية مشهدها ومدها النجع إذ أنها حليفة الإنسان في كثير من النعوت شكلت في داجية شنقيط معلما تاريخيا ذاخرا فحدثت عن شنقيط بحضورها الشامخ ما لم يحققه مرسم ولم يصغه محترف بارع ومعلم إذا فالنخلة الشنقيطية تظل ميزة في العطاء الباذخ المغني حتى بات موسمها يجمع ما بين متعة للمستجم والإفادة الثقافية فهناك موسم يسمى بالقيطنة يعكس عن النخلة قيمتها التاريخية والأذرية والصحية الاقتصادية فترى أن معظم دور شنقيط لا تنفك عن النخل بصفة قليلة أو كثيرة إذ أنها لها حضورها البارز في المشهد سواء كان مأثورا أو عينيا معاشا بارك الله لنا فيها فهي للإنسان مأثر يعتبر جمال الحسن أحد رموز الثقافة رموز الثقافة والأدب في موريتانيا وقد ترك الراحل العديد من البحوث في مواضيع مختلفة ساهمت في تنشيط وإثراء الساحة الثقافية الموريتانية من خلال محاضراته وبحوثه الأكاديمية التي ما زالت خالدة ومراجع يعود إليها الباحثون، نتابع هذا التقرير. على ولد الفتى المميز جمال الحسن في السابع والعشرين من يناير سنة ألف وتسعة في التاجلالت أكمل الابتدائية بمسقط رأسه وحفظ القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية. انتقل مع أسرته إلى تونس حيث كان والده سفيرا لموريتانيا هناك. فواصل دراسته في تونس. تخرج سنة 1980 بشهادة الأستاذية وحصل في نفس السنة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس على شهادة الكفاءة في البحث عن أول بحث أنجزه عن أسلوب محمد الطلبة وهو ما خوله حق الالتحاق بالدراسات العليا في ذات الكلية وفي شهر يناير عام 81 كان أول الخمسة الفائزين فيها ونال بذلك جائزة الرئيس بورقيبة للفائزين الأوائل، كان جمال للحسن فتىً نابهاً وشاعراً مفلقاً وناقداً ذائع الصيت عمل أستاذا في المدرسة العليا للتعليم وفي جامعة واكشوط وفي المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ثم أستاذا بجامعة عجمان بالإمارات العربية المتحدة يعتبر جمال الحسن من رواد الثقافة والبحث العلمي في موريتانيا ومن أهم أعماله الدراسة التي قدمها لنيل شهادة الدكتوراه عن الشعر الموريتاني في القرن الثالث عشر الهجري وفي العام 2001، في حادث سير مؤلم بالإمارات العربية المتحدة، فقدت الساحة الأدبية والعلمية واحدا من ألمع روادها، فنعاه الأدباء والكتاب، وبرحيله تنطفئ شمعة من شموع الإبداع والتميز، رحمه الله. حكاية التاريخ وقصة رحلة تأسيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتخليد أول رفع علم موريتاني محطات يستحضرها رجال واكب المرحلة يرونها من خلال الإحساس والشعور المفعمين بالاعتزاز بهذه الأرض وبتاريخها نتابع مع المقبولة متل هذه القصة من تاريخ رجل واكب المرحلة في سياق هذا التقرير قبيل الاستقلال وفي ظروف عصيبة ملؤها الترقب والتطلع الى المجهول الغامض هاجر محمد بن محمد فوال بن محمد الاحمد الملقب الداه سنة 1954 من مسقط راسه البيكا الى الشاتور بالسنغال لم ياخذه القرار في كنف المستعمر ولم يقبل العمل هنالك فانتقل بعد اشهر قليلة الى روسو وبعدها الى انشيري ليستقر في أكجوجة حيث اسس حياته الجديدة في تلك المدينة العريقة العقد جاي تسعة وستة في شركة اللي قال لها مكيما ذيك الشركة اللي قال لها مكيما فيها عدة أموال من ناسنا من ناسنا إلا رجلينا وفوت هون نعود دغرت يوم والله شبه وهو أنا ماني راقب تميت نهد الشخص نحن ذلك أنت عزري فاسك الساعة الاستقلال الداخلي يساوم هو ما هات قد عاد يخدم بعد اراد الله اني ولا انا مشي مع الجماعه مشي مع اه احمد بابا ولا احمد زكرا وانا من السوسياليست وهو من السوسياليست تحركوا فيك جوجه هذه لين اجب خلق ذاك المؤتمر اللي قال له مؤتمر لا جاتوا الناس كامل موريتاني كامل به اللي لاق هو هو النقر هو الصور وتوافقت اهل موريتانيا فما انا بعد ما مشيت انا بعد مشيت رجلي من اهل الشيري هون توافقت اهل موريتانيا بصفه عامه على انها تدور الاستقلال من توافقت وقدمتها في, في, في التذكره والله عندها وجد قفر نير في اقترح الاستقلال ارض فعل دقول ومنين رد فعله اختارت اهل موريتانيا اختاروا النصارى لانهم يعطونا الاستقلال الداخلي هذا هو سبب الاستقلال الداخلي من اختاروها اعطاوها اي طول سيد المختار وأي طول يحمل يح... المختار رحمة الله عنا الجميع. قال سيد المختار انه ما هو الموريتاني ايه وقال المختار الموريتاني بتيء لأنه قد يجبر الاستقلال الداخلي وقد يجبر الاستقلال الخارجي الذاتي واكب تواجد محمد أحمد في الشمال الموريتاني استفتاء وي الذي كان من اهم ارهاصات الاستقلال. وي حد يبقى نصارى ونو حد ما يبقى قالت فيها الشيخ ما ماعرف كان رئيس مالي ولا رئيس قال الشيخ توره نو هو هو اللي استقل لك الساعه احنا الموريتاني قلنا وي الاكثريه قالت وي يقول فيها احمد سالم الببوط رحمه الله يعني عليه أه وي نون لا خيارات والمختر ما هو مقبول وي محالية في الحسنات والفضل محالية والله محالية <applause> محالي تقلد الداه عدة وظائف في مدينة يكجوجت التي كانت آخرها رئاسة المزارعين على مستوى ولاية شير لأن يعني قبت التعلم مزارع وعدت الناس كاملة مزارع اللي له زمن اللي له عاد 30 عام والله أنا هو رئيس المزارعين إلى مستوى الولايه الى غير بلق الحمد لله وانا مولي هو رئيس سبعة التلاميذ اللي بلق هذو وظائفي فيه وهو رئيس الهلال فيه ما ما يعود فيها كنت ماني فيها انا هو الاول ويا اللي تبارك الله نشيط وشو الله والله شي لا اله الا نبقي هلال الشعب ما نبقي شي راسي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وصلنا الى ختام النشرة نذكر بالعناوين. أصناف النخيل والتمور الموريتانية ثقافة وطنية تمتلك الطابع والجودة لتصبح عالمية وتنافس. جمال الحسن أحد رموز الثقافة والأدب في موريتانيا رحل وخلف جامعة مفتوحة لكل الباحثين قصة التأسيس ومزاولة المهام في المنشأة العامة محطات يستحضرها رجال واكبوا بداية قيام الدولة شكرا لكم إلى اللقاء